دوري شد حيلك حبيبي وشد حيلك بنتي وان شاء الله شده وتعبر اكيد زين. مواساة المرضى ودعم القطاع الصحي واجب انساني قبل ان يكون مهمة وعملا، لكن اوقات الازمات والمحن تعطي ذلك الواجب بعدا واهمية اكبر. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجه هذه المرة وضمن خطواته العملية المدروسة إلى مدينة الصدر لافتتاح مستشفى العطاء الخاص بالمرضى المصابين بفيروس كورونا، والذي تم تأهيله وإنجازه من قبل سرايا السلام بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة. بس مهم جدا هذه يوفر كل الدعم، تعرف ليش؟ هذا عمل اجتماعي، قدمونا دعم للصحة حتى الكثرة المبادرات، شوف احنا نهتم بها، توفير الأدوية المعدات. الكاظمي تفقد خلال الزيارة رادهات المستشفى واطلع على أقسامها وحيى الجهد الكبير الذي ساهم في إنشاء المستشفى في هذا الظرف الصعب، حيث تتكاتف فيه الجهود الحكومية والفعالية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا للتخفيف من معاناة المواطنين. أمس ساهمي الناس، تعرف ليش؟ الناس مرت بهذا الظرف الصعب ما عدها إرادات. رئيس الوزراء أشاد بتعاون أبناء مدينة الصدر مع وزارة الصحة، مبديا سعادته بتواجده وسط أهله وناسه وأحبائه وأصدقائه في المدينة. اليوم أنا سعيد بوجودي بمدينة الصدر بين أهلي وأحبابي، مدينة البناء والتضحيات. وثمن الكاظمي مبادرة سرايا السلام وجهودهم في إنشاء المستشفى، مقدما شكره للسيد مقتدى الصدر الذي وجه بتحويل أحد مقرات سرايا السلام وتأهيله ليكون مستشفى خاصا لاستقبال المصابين بفيروس كورونا. والثانية المبادرة الطيبة التي قدمها أبطال سرايا السلام وقائدهم إلى أبناء الشعب العراقي وإلى وزارة الصحة بتجهيز هذا المستشفى بأكثر من 300 سرير. أكرر شكري للأخوان في سرايا السلام، قائد سرايا السيد مقتدى الصدر، التاريخ سوف يذكركم بكل خير. ختام الزيارة حملت تأكيدا من الكاظمي على مكانة مدينة الصدر لديه. سيد الكاظمي كلنا احنا وياك، أي شيء تحتاج المدينة تستحق هالعين قبل هالعين. الزيارة حملت رسالة مفادها إن لمدينة الصدر مكانة لدى رئيس الوزراء، وإنه سيعمل جاهدا لمنحها ما تستحق بعد سنوات قضتها بين حرمان وتجاهل وإهمال. فكان هذا اليوم مبعث فرح وفخر لرجل أدى واجبا تجاه مدينة ولمدينة فتحت ذراعيها لتحتضن ابنا بارا بها.